نظمت مديرية الصحة والسكان لولاية خنشلة بالتنسيق مع المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف أولاد رشاش ملتقى تكويني حول التعليمات المتعلقة بالوقاية من الإنتانات الناتجة عن العلاجات. هو يوم دراسي طبي، يوم تكويني تم بالمؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف بولاد رشاش. الهدف منه توجيه التعليمات وإرشادات حول الأمراض أو الوقاية من الإنتانات الناتجة عن العلاجات وكيفية تحرير شهادة معاينة وفاة. حضره مجموعة من الأطباء الأخصائيون ومجموعة من الأطباء العامون بمستشفى الولاية وكذا المستشفى الجامعي إباتنا. C'est un devoir également général de protection des personnes, c'est-à-dire c'est un devoir moral et éthique. لأن نقوم به هنا في الولاية خنشلة هو يدخل أولا في الإطار العملي التبادلات بين المستشفى الجامعي بباتنا والمستشفى والمديرية الصحة نتاع ولاية خنشلة. وحنا نعملوا معاهم في اطار لا فورماسيون وخاصه نتاع لي ميدسان نتاع يعني كيما نقولوا حنايا يعني سي توت لي كوربوراسيون سور لو بلان دي ميدسان اي بيان سور لو نورسينغ لو باراميديكال اكسيتيرا. Concernant ces nouvelles maladies chirurgicales, mais il suffit de protéger. Parfois, impossible donc de respecter toutes ces règles d'hygiène. Donc, essayer de gérer le flux des malades. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار برنامج التكوين الطبي المتواصل وأيضا في إطار التوأمة اتفاقية التوأمة المبرمة بين قطاع الصحة بخنشلة والمؤسسة الاستشفائية الجامعية باتنا، اليوم استضفت المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بولاد رشاش فرقة طبية متخصصة متكونة من 4 أساتذة سيدي بروفيسور أونيبيديميو في علم الأوبئة به يقدموا دروس وتكوين خاص لفائدة الأطباء المكلفين بعدة برامج منها الاستشفائية اللي هو موضوع الساعة. هذه راي في تعتبر الطبعة الرابعة التي نظمت بولاية خنشلة. صدق المثل القائل الوقاية خير من العلاج. من مستشفى محمد بوضياف بلدية أولاد رشاش ولاية خنشلة كان معكم بوعزيز توفيق قناة الأنيس.